اللي ما يدري ألعاب الفيديو تم تصنيفها كرياضة، رياضة إلكترونية أو إي سبورت، وعادة أي رياضة بالعالم إلها إصابات أو مخاطر بعضها خفيفة وبعضها ثقيلة، ما عدا ألعاب الفيديو، قاعد تلعب في بيتك شو ممكن يصير لك؟ بس هالكلام غلط، ألعاب الفيديو مثلها مثل أي رياضة إلها مخاطر جسدية، بعضها خفيف وبعضها جدا قوي. فبهالفيديو راح نتكلم عن أسوأ 5 إصابات جسدية صابت الناس من وراء ألعاب الفيديو، فيلا خلينا نبدأ. قبل ابدا الفيديو بس حاب اعلن عن الفائز باخر جيفاوي على كرت شاشة RTX 2060 سوبر، واعلن عن الجيفاوي الجديد. فاذا ما يهمك الموضوع تبي تبدا الفيديو على طول، شيك اول تعليق مثبت راح احط وقت بداية الفيديو. الجيفاوي كان على 3 فيديوهات حملتها الشهر الماضي، فيديو 5 العاب حرام تلعبها، تسريبات كود القادمة، وفيديو 5 اشياء مهمة لازم تسويها قبل تشتري البلاي ستيشن 5. هالفيديوهات كلها كان داخلة بالجيفاوي، والفائز معانا هو ريان انزي، او اظن ريان العنزي، ان شاء الله الف مبروك، راح اتواصل معك قريبا على ايميل لارسل لك الجائزة. الجيفاوي هالشهر مقدم من محلات جامبو على بي سي جيمينج، اي مثل ما سمعتوا جيفاوي على بي سي او كمبيوتر جيمينج. قبل لا نتكلم عن الجيفاوي خلينا نتكلم عن الخدمة الرهيبة اللي بتوفرها محلات جامبو للناس اللي ساكنين في الامارات. طبعا الخدمة هي انه فينك تفوت وتشتري بي سي جيمينج جاهز مبني بكل القطع، وفي اسعار متفاوتة، ممكن تلاقي بي سي جيمينج بقدرات متوسطة بسعر رخيص، او بي سي جيمينج بقدرات خارقة بسعر غالي، وكل بي سي فينك تشوف جميع القطع اللي فيه قبل ما تشتري. وغير هيك البي سي عليه ضمان سنة كاملة، كل القطع اللي فيه عليها ضمان سنة كاملة لو واجهت اي مشاكل فيهم. وغير هيك في خدمة بناء البي سي، في عدد جدا كبير من الناس منهم انا ما عندي خبرة كيف ابني بي سي وكيف اركب القطع فوق بعض وخاف اجيب العيد، فاعطينك الخدمة، بتفوت بتحط اسمك ايميلك رقم تلفونك، بعدين تنزل وبتحط قطعة قطعة اللي بدك اياها، فعليا حاطين لك كل القطع، تكتب اسم القطعة اللي بدك اياها وتعمل سبميت، فهم جنبه يروحوا يجمعوا لك القطع كلها ويركبوا لك اياها ويرسلوا لك الجهاز. طيب خلينا نقول انت ما عندك فكرة بالقطع، يعني ما تعرف شو احسن ماذر بورد، شو احسن رام، ما عندك فكرة. حاطين كمان بالموقع نفسه أسئلة وأجوبة، مثلا أسئلة شو أفضل رام، تضغط عليه بكتب لك أنواع الرامات كلها وشو كل واحد، شو الخدمة اللي فينه يسويها وكم سعره. نفس الشيء بالنسبة لأي قطعة ثانية في البي سي. ففعليا لو ما عندك أي خبرة ببناء البي سي فينك تفوت على الموقع تأخذ المعلومات وتبني بي سي على راحتك. فإذا حاب تشتري بي سي جيمينج جاهز أو حاب تبني بي سي جيمينج، شيك اللينكين الموجودين بالوصف، وغير هيك شيكوا صفحة جامبو جيمرز على الانستغرام، كل فترة بيسووا جيفويات عليها. وأخيرا الجيفوي جامبو اعطوني بي سي جيمينج جاهز، هاي مواصفاتها قدامكم مثل ما شايفينه، بقيمة 5000 درهم او ريال سعودي تقريبا، وحكوا هالبي سي راح يفوز فيه احد متابعيني. فاذا حاب تدخل بفرصة الفوز على البي سي كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك اي وسيلة تواصل فيه معك، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. في المرتبة الخامسة عنا عدد جدا كبير من لاعبين البي سي صار معهم انهيار بالرئة، اي فعليا انهيار بالرئة من ورا جلسة البي سي. جلسة البي سي الشخص راح يلعب، راح يقعد بكرسي بشكل مستقيم، ظهره يكون مستقيم ومادد ايده للماوس والكيبورد. هاي الجلسة بالذات لما تقعد عليها بساعات طويلة جدا، حاليا كل الناس يقعد هالجلسة بالشغل بكذا لوقت معين للشغل او انك دراسة او شيء من الكلام، بس بالجيمينج عاد الواحد يقعد عليها فوق 10 ساعات يوميا قاعد نفس الجلسة وعم يلعب. ففي عدد جدا كبير من لاعبين بي سي صار معهم انهيار بالرئة من وراء هالقعدة. حاولت افهم ليش طبيا، ما فهمت ليش، بس يعني اللي فهمته انه هالجلسة بيكون في شيء ضاغط على الرئة، شيء من الهيكل العظمي بجسمك او من العضلات ضاغط على الرئة بشكل خفيف، فلما تقعد متواصل على هالقعدة ساعات طويلة جدا ويوميا تعيدها، فالضغط هاد شوي شوي يزيد يزيد، فبصير عنده انهيار بالرئة. وفعليا عدد جدا كبير من الناس صارت معهم هالشغلة. وكمان احد لاعبين الاي سبورت المشهورين بلعبة اوفر ووتش وليج اوف ليجند باسم هايدو لايك صارت معه هالشغلة، واضطر انه يروح على المستشفى ويقعد اسابيع بالمستشفى حاطين له اكسجين عشان يقدر يتنفس، وهو بالمستشفى كمل لعبه عشان تشوفوا قديش الادمان عنده اياه. هاي صورة اللي انتم شايفين قاعد بالمستشفى، صار عنده انهيار بالرئة من وراء الجلسات الطويلة على البي سي، وكمان جالس يكمل ويلعب. طبعا ممكن حد يقول طب ليش لاعبين البلاي ستيشن او الكونسول بشكل عام ما يصير معهم هالشيء؟ لاعبين الكونسول القعده ما راح يعدوها نفس قعده البي سي، معظم لاعبين الكونسول راح تلاقيه منسدح او جالس على كرسي مريح ومريح نفسه وماسك الكنترول ويلعب، بينما البي سي لازم قاعده بشكل معين لتقدر تلعب وتتحكم. فاي لاعبين البي سي اتمنى انكم تنتبهوا. بالمرتبه الرابعه عندنا حوادث من ورا جهاز الفي ار، وعندنا حوادث من جهاز النينتندو وي. خلينا نبدا بجهاز الوي اول شيء. في جهاز من شركة نينتندو باسم الوي، اظن كلكم يعرفه، يعتبر من اشهر اجهزة الجيمينج بالعالم، لانه وقت نزل كان اول جهاز بالعالم فعليا فينك
تلعب فيه بأشياء فيزيكال، يعني فيه ألعاب نفس الجولف، نفس البولينج، نفس التنس وغيرها من الألعاب كلها بتمسك الريموت وتتحكم فيها. طبعا لما نزل كان على زمن البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس 360، ما كان موجود هالكلام. الإكس بوكس بعد فترة نزل شغلة باسم الكينكت، بس الوي هو أول جهاز بدأ هالشغلة. فجهاز الوي معظم الألعاب اللي فيه نفس وي سبورت وغيرها كلها بتعتمد على الحركة، يعني تمسك الريموت وتلعب فيه تنس أو تلعب فيه بولينج أو غيرها الألعاب. ففي عدد جدا كبير من الناس صارت معهم إصابات من وراء جهاز الوي، ومنهم أنا عندي جهاز وي، وأتذكر على وقتها كمان صارت معنا أكثر من شغلة. طبعا عدد جدا كبير من لاعبين الوي اللي كانوا يلعبوا تنس وغولف بحماس صار عندهم مشاكل بالكتف، اللي صار عنده انخلاع بالكتف ولا كذا من الحماس باللعبة والضرب القوي. هاي بعض الحوادث البسيطة، بعض الناس ضربوا الناس اللي قدامهم بالغلط، قاعد تلعب تنس متحمس عم تخبط الريموت لقدام تخبطه بشخص قدامك أو وراك بالغلط، وبالذات بلعبة البولينج. لعبة البولينج تمسك الريموت بتقدمه لقدام وبعدين بترجع إيدك لورا مشان ترميها، فعادة بيكون واحد واقف وراه أو حيط أو أي شيء بيصيبه بالغلط. كتير صارت معهم هالشغلة. غير الإصابات الجسدية في كتير إصابات لناس كسروا أشياء حواليهم، وبالذات التلفزيون نفسه اللي يلعبوا عليه. اكتب على يوتيوب وي فيلير مونتاج أو وي أكسيدنت مونتاج عشان الكلام، راح تلاقي عدد جدا كبير كسر التلفزيون وأشياء بالغلط باستعمال جهاز الوي، لدرجة إنه صاروا يحطوا تحذير بس مجرد ما تشغل الوي يحكوا لك إنه اربط الجهاز بإيدك بشكل جدا كويس وانتبه حواليك على أساس ما يكون في أي شيء تخبط فيه عشان هالحوادث تخف. وطبعا نزل جهاز الوي وانشهر بشكل جدا كبير، بعدين شوي 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 خلاص انخرط وما عاد نشوف هالحوادث أبدا، لحديت ما طلع لنا جهاز الفي آر من 5-6 سنين تقريبا. نظارات الفي آر أو الواقع الافتراضي لما نزلت صرنا نشوف حوادث نوعا ما مضحكة أكتر من الوي. الوي كنا نشوف ناس يخبطوا بعض، أشياء تنكسر أوكي، بس الفي آر نشوف واحد مثلا ركب بقطار موت ولابس النظارة تلاقيه فجأة قاعد يوقع على الأرض ويفقد التوازن أو شيء من الكلام، أو تلاقي واحد متحمس جوا لعبة وماسك ريموتات الفي آر وخبط شيء قدامه سواء شخص أو حيط كسر أو شيء من الكلام. لأنه فعليا بالفي آر أنت ما قاعد تشوف شيء، قاعد تشوف جوا اللعبة منعزل عن العالم. جهاز الوي لما كنا نلعب فيه كان يعني يفضل تلعبها ببيئة ما في أي شيء حواليك، بس ما هو ضروري 100% لأنك أنت بالأخير شايف، بس ممكن تندمج مع اللعبة وتنسى. الفي آر لازم ما يكون في أي شيء حواليك وأنت قاعد تلعب، بالذات الألعاب اللي تتحكم فيها بريموتات، لأنه أنت فعليا خلاص ما قاعد تشوف شيء. فعادي أي واحد إجا قدامك بدون ما تشوفه تخبط على راسه، يكون قدامك شيء فخار تكسره. ونفس سالفة الوي، لو بدك تشوف حوادث الفي آر اكتب على اليوتيوب بكل بساطة في آر هيدسيت أكسيدنت مونتاج، وراح تلاقوا كتير فيديوهات هي وللوي. وإذا بدكم حاطكم روابط بالوصف لبعض المنتجات اللي بتضحك. بالمرتبة الثالثة عنا ألعاب اللي كانت تقنية الثريدي يلي شبيهة نوعا ما بالفي آر أو نظارات الفي آر اللي نزلت ببداية الألفينات أو حتى بالتسعينات، والحمد لله حاليا ما عنا منها. هذيك الألعاب عبارة عن نظارات مثل الفي آر أو جهاز تحط في عيونك نفس الفي آر تقريبا، بس ما كان في نظام الحماية اللي موجود بأجهزة الفي آر اليوم، فكانت تطلع إشاعات جدا مضرة بالعين وناس يحطوها على عيونهم وأحيانا يخلوها لساعات، ففي حوادث جدا كبير انتشرت بهداك الفترة لناس صار معهم حرق بقرنية العين. فعليا الناس احترقت قرنية العين اللي عندهم، وناس صارت عندهم مشاكل كتير بعيونهم، مشاكل ظلت معهم للأبد من وراء نظارات الـ 3D gaming أو اللي هي نوعا ما شبيهة بالـ VR اللي كانت موجودة بالتسعينات وبالألفين. ممكن حد الحين يخاف يقول أوكي نظارات الـ VR أخاف يصير معي نفس الشيء. لا، نظارات الـ VR اللي نازلة حاليا سواء من Valve، Oculus أو PlayStation VR كده فيها نظام حماية جدا قوي، متأكدين إنه هالإشاعات اللي كانت تطلع بالأجهزة القديمة ما تصيب عينك حاليا. بس من زمان في كتير ناس صارت معهم مشاكل بصر أبدية من وراء أجهزة الـ 3D أو الـ VR. ويا ريت على شيء يحرص، كانت أجهزة 3D gaming وكانت رسومات جدا سيئة وكان شغل تسليك، بس يعني على وقتها انه واو شيء تحطه بعيونك وتلعب، كان يومها لما نزلت شيء ما يدخل العقل. فشيء متوقع ان عدد جدا كبير من الناس لعب فيها وادمن هالاشياء على وقتها. بالمرتبة الثانية عندنا ال WASD syndrome. ممكن حد يقول شو ال WASD؟ هي الازرار الموجودة على الكيبورد اللي معظم الناس بيستعملوها للجيمينج، ال W وال A وال S وال D. والمرض اللي الناتج عن هالشيء سموه له تشخيص طبي حقيقي اسمه WASD syndrome. كلمة syndrome بتستعمل مع الأمراض أو الأعراض المرضية. ومرة ثانية رجعنا لكم يا لاعبين بي سي، في عدد جدا كبير من لاعبين بي سي حولين العالم، وتذكروا لما أقول لاعبين بي سي أقصد ناس مدمنين، ناس يقضوا ساعات وأيام بالألعاب. ففي عدد جدا كبير من المدمنين على ألعاب البي سي اللي بيستعملوا الـ WASD معظم ألعاب الشوتر بحركتهم، صارت عندهم مشاكل بإيدهم اليسار بالذات، لأن إيد اليسار هي اللي بتستعمل هالشيء. صار لما
تحط ايديك لتستعمل ال W وال A وال S دي بيكون عندك من تحت ايدك مكان العروق بايدك دائما مضغوط عليه من جهة الكيبورد من جهة الطاولة اللي حط عليها الكيبورد. ففي عدد جدا كبير من الناس راحوا مستشفيات لانه بطلوا يقدروا يتحكموا بايدهم اليسار، صار عندهم التهابات، صار عندهم قلة تحكم لانه العروق هاي انضغطت بشكل جدا كبير. عشان هيك حاليا اي كيبورد جيمينج او معظم كيبوردات الجيمينج بتلاقي معهم من اسفل الكيبوردات في شيء مثل مخدة بسيطة، شيء مريح تحط عليه ايدك مشان شغلة العروق هاي ما تنضغط وما تصير عندك هالمشاكل. فنصيحة اذا كنت تلعب على البي سي لازم تجيب قاعدة تحطها ورا الكيبورد تكون نوعا ما طرية او شيء اسود شان ايدك ترتاح عليه، بالذات اذا كنت تلعب لساعات طويلة، لان ال WASD سندروم ما هو شيء نادر، لو كان نادر ما كانوا سموا تشخيص طبي باسم. التشخيص الطبي ما بيجي الا اذا فعلا عدد جدا كبير من الناس صارت معهم نفس المشكلة. ففي كتير ناس صارت معهم هالمشكلة واحتاجوا علاج طبيعي، وبعض الناس احتاجوا لعمليات حتى ترجع ايدهم مثل ما كانت. مو بس لاعبين بي سي، كمان لاعبين كونسول، في عدد جدا كبير من الناس صارت عندهم مشاكل بعضلات اصابعهم من وراء الجلسة على الكونسول وانك تمسك ايد تحكم لفترات جدا طويلة. بس اقل من مشكلة ال WASD على البي سي وما لها تشخيص طبي، بس في عدد جدا كبير من الناس كمان واجه كتير مشاكل. ومن اشهر الاشخاص بالعالم اللي واجه هالمشكلة هو الممثل ماثيو بيري اللي سوى دور تشاندلر بمسلسل فريندز. الممثل هاد لما سوى مسلسل فريندز كان في احد الحلقات اتمسخر فيها انه كان قاعد يلعب على الباكمان لفترة طويلة لدرجة انه ايده علقت بالحقيقة، صارت معلقة على شكل الجهاز. وهذا الممثل بعد فترة طويلة من وقت الحلقة ادمن على لعبة فولاوت 3 على جهاز الاكس بوكس لدرجة انه صار يلعبها لساعات وايام جدا طويلة، لصارت عنده مشاكل بايديه فعليا، صارت عنده مشاكل بعضلات اصابعه واضطر يعمل عملية لترجع اصابعه نفس اول، وحكى هالكلام باكثر من مقابلة تلفزيونية. فيعني لاعبين الكونسول صحيح ما عندكم نفس مخاطر لاعبين البي سي، بس كمان في مخاطر، اي شيء يزيد عن حده راح يكون مضر. بالمرتبة الاولى عنا اكثر لعبة بالعالم الناس انصابوا لاصابات منها خفيفة ومنها اصابات قوية جدا من وراها، واللي هي لعبة بوكيمون جو. اظن كلكم سمع بهاللعبة، اللي ما بيعرف اللعبة، اللعبة نزلت ب 2016 وانفجرت ب 2016، صار الكل يلعبها، كل العالم صاروا يلعبوها وماتت ب 2016. يعني اللعبة انشهرت بشكل جدا كبير وبعدين بسرعة الناس بطلوا يهتموا فيها. طبعا اللعبة شو كان مبدأها؟ كان انه بوكيمون، انك تجمع بوكيمون، بس كانت بالحقيقة يعني حطوا لك اماكن بالعالم فيها بوكيمون، ففعليا تروح تركب سيارتك تروح لهالمنطقة عشان تصيد هالبوكيمون ويكون بوكيمون نادر او شيء من هالكلام. فهذا الشيء ادى لعدد جدا كبير من الناس قاعد يلعب هاللعبة، منهم اللي قاعد يمشي وقاعد يلاحق البوكيمون ويخبط بسيارة، اللي يمشي بنص الشارع وتخبط السيارة، يلي يوقع، في كتير مقاطع لناس وقعوا ببركات مي، واحد نط نص البحر عشان يلحق بوكيمون خايف حد غيره ياخده، اللي كان قاعد يسوق سيارة قاعد يلحق بوكيمون وخبط ناس بالغلط. الحوادث من لعبة بوكيمون جو انتشرت بشكل جدا كبير لدرجة انه جامعة بيردو بامريكا سوت دراسات وابحاث كاملة عن الاصابات المرتبطة بلعبة بوكيمون جو. في كتير حوادث خفيفة وفي بعض الحوادث تقيلة. في احد الاشخاص تعرض لحادثة من لعبة بوكيمون جو ادت الى فقدان بصره، احد الاشخاص خبط بعض الناس بالسيارة وكان مشغول بلعبة بوكيمون جو، والاشخاص اللي خبطهم صارت عندهم جروح جدا قوية. احد الاشخاص كان مشغول بلعبة بوكيمون جو بسكة قطار وبسكة القطار وعلقت رجله بشكل انه اضطروا انهم يبتروا رجله، تخيلوا اضطروا انه يبتروا رجله مشان يشيلون لانه كان في قطار جاي وقتها. فهالقصص كلها راح تلاقوا مصادرها موجودة بالوصف. فيعني اشخاص صارت معهم مصايب من ورا لعبة بوكيمون جو. فأشوف صراحة إنه شيء كويس إنه اللعبة خلاص انقرضت، لأنه اللعبة كانت عم تسوي فعليا إصابات وراء إصابات كل ما كانت تنشهر أكثر وأكثر. وإذا بدكم تشوفوا إصابات عليها اكتبوا على اليوتيوب مثل باقي الأشياء بوكيمون جو ريل لايف إنجريز، راح تشوفوا مليان الفيديوهات لآلاف الناس صارت معهم مشاكل وراء انشغالهم بلعبة بوكيمون جو. هاي شباب، هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى من نهايه الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن الاصابات هاي وهالفيديو، اتمنى لا تنشروه لجروبات العيله لانه الاهل بدون شيء يكرهوا العاب الفيديو، فلو شافوا هالفيديو نوعا ما راح يشد هالشيء عندهم، فلا تنشروه لجروبات العيله، انشروه لاي شيء ثاني الا جروبات العيله. في بس اشوفكم فيديوهات ثانيه ان شاء الله، مع السلامه.